طلب أحد منك المساعدة ففكر بهذه الطريقة، فكر أنه طلب العون من الله أولا، وأعطاه الله عنوانك وأدار اتجاهاته التائهة نحوك فلا ترده، فما أتاك إلا ليزيل عنك جزءا من سيئاتك، فتأكد أنك أنت المنتفع وأن الله ساقه إليك ليفتح لك به باب خير، فلا تظن أن الوقت الذي يمضي فيه نفعه هو له، بل هو لك أيضا. إن أحسنتم أحسنتم لأمر